في قصة مؤثرة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت مشاعر الأمومة على أم اتجاه ابنتها المحتضنة منذ أن بلغ عمرها أسبوعين، وذلك بعد تعذر إنجابها لأكثر من 10 سنوات، إلى أنه حلت البركة على أسرتها بوجود هذه الطفلة وبعد احتضانها واحتوائها. تفاصيل أكثر ترويها لنا الأم المحتضنة معنا هنا في الاستوديو نور الداود وأيضا أمل سلمان. هلا وسهلا بكم. يا هلا وسهلا. يعني صراحة المقطع مؤثر ومتداول كثير، وكثير ناس يبغوا يسمعوا تفاصيل هذه القصة يعني، فكلمينا عن الفكرة من البداية. يعني يمكن أنت قلتي ما شاء الله اليوم أمل عمرها 18 سنة، فالقصة بدأت من زمان. نعم. ويمكن في هذاك الوقت فكرة الاحتضان ما هي كانت كثير، ثقافة الاحتضان رائجة عند الناس زي اليوم، فكلمينا عن الموقف كامل كيف كان؟ أولا أهلا وسهلا فيكم جميعا. أهلا وسهلا. ثاني شيء الحمد لله العلاقة بيني وبين الأيتام ذوي الظروف الخاصة بدأت أنا معي من أنا صغيرة. كان عندي شغف أتعرف عليهم أكثر، أشوف اهتماماتهم، أسأل عنهم إيش يحبون إيش يكرهون. بعد ما تزوجت زاد الشغف أكثر وأكثر، سبحان الله ما كنت كتب لي الله الإنجاب. بعد 10 سنين قررت لأنه إن شاء الله بإذن الله أحتضن يتيمة أو يتيم، لكن كانت النفس تروف أكثر لليتيم البنوتة. فعلا يسر الله لي واحتضنت أمولة. بعد 4 سنوات من احتضانها، الشهر نفسه اللي دخلتها تمهيدي، الشهر نفسه اللي حملت بدون أي تدخل طبي ولا أي علاج، والحمد لله الآن عندي 3 أطفال من الإنجاب. طبعا أمولة هي البكرية ما شاء الله. هي 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 البركة، هي الغلا كله، الغلا كله. الله يديم دائما يا ربي. والله هي الخير والبركة. يعني أنت قدمتي نموذج، والله يعني نموذج محترم ونموذج إنساني ونموذج صعب ترى. كثير أنا متأكدة أن في كثير نماذج من أمهات موجودين الآن يمكن وجدوا صعوبة في الإنجاب، بس عندهم دائما معوقات، تحديات، صعوبة القرار إذا ما كان منها، من زوجها، من أهلها، من البيت، من المجتمع. كيف كان القرار معك لما أنت أخذت القرار؟ شاركتي مين؟ هل كان في تحديات؟ كان في عقبات؟ احكي لي بداية القصة. الحمد لله والشكر لله أنا في بيئة جدا متفتحة ومحبة للخير، ودائما أي شيء فيه خير فيه أجر يحبونه، فكان عندي دعم عالي جدا من الوالدين الله يطول أعمارهم، من الأسرة كاملة، أخوي، خواتي، وكان في إرضاع أيضا من عدة جهات ما شاء الله تبارك الله. الآن أمل من جهة أبوها ومن جهتي يعني تكشف للجميع، الكل بنت العائلة جميعا ما شاء الله من ناحية الإرضاع، فما كان فيه المعيقات اللي اللهم لك ولا معيق واحد بالنسبة لي أنا. لكن الأمهات كوني أنا أيضا من معدات لي رخصة الاحتضان في المملكة العربية السعودية تبع جمعية الوداد، لا في معيقات كثير أحيانا يكونون الأهل، الأخوان، الأجداد، بينما أنا كنورة لا الحمد لله ما كان في عندي معيقات، لأني قلت لكم من البداية الحمد لله أنا في أسرة جدا متفاهمة لهذا الموضوع وحابة هذا الموضوع، وبالعكس جدا مريح. لكن بالنسبة للعميلات اللي عندي أو الأمهات المحتضنات اللي أتعامل معاهم أو الآباء المحتضنين فيه معيقات، مثلا الخوف أنه مثلا أخاف أظلم اليتيم هذا، أخاف أني ما أعامله صحيح، بينما أنا دائما أقول اليتيم هذا ولدك كأنك جبتيه بالضبط، عامليه مثل أبنائك بالضبط بالضبط، لأن فعلا أنت تبغانه يكون عضو فعال في المجتمع. إيش تبغين أولادك يكونون؟ إذا أخطأ تصوبينه، وإذا أصاب تأيدينه، وهكذا. فالحمد لله أيضا وضعي أنا الاجتماعي والدراسي والعلمي والمكانتي الحمد لله ساعدتني على ذلك أكثر، أنه أتعامل بطريقة واعية أكثر وأعين كثير من الأمهات المحتضنات. والآن أنا أصلا حتى لو بحثت أكثر سمعت أنه ماما نورة أنا عندي أكثر من 63 يتيم ويتيمة يعتبرهم أبنائهم أبنائي من أعمار مختلفة، والحين هم كلهم يتابعوني من فوق بعضهم فوق 50 سنة أعمارهم ما شاء الله، اللي كانت محتضنة أو اللي كان محتضن أو اللي كانوا من الدور، والآن نسوي مع بعض عيد ماما نورة في رمضان، نجتمع وفطور وأسرة كاملة كونت لهم كونهم فقدوا حقيقة الأسرة البيولوجية اللي لهم.